اساسي. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ثم هانيين. توحشتكم بزاف بزاف بزاف. ثم هانيين كلشي بخير. مبروك العواش ان شاء الله العيد الكبير يدخل لكم بالصحه والهنا، واللي مشى للحج الله يجيبوه على خير. نبدا معكم هاد الوصفه اللي ندير القليه. عندي هنا القليه تاع البقر، فوالا عندي هنا القليه. نشكركم خواتي اللي دخلتوا عندي جداد والقدام راه الدار ديالكم. نشكركم بزاف خواتاتي، نشكركم كنشكركم. سمحوا لي مابقاش نحط هذه تقريبا مده، كنعاود غير فيديوهات تاعي القدام كان نحطهم. فوالا على بركه الله هنا عندي القليه مغسوله مزيان، فروكه مزيان مغسوله بالليم والخال والماء سخون. حنا توصل كتبعدنا ديجا نقيه. فوالا خوتي عندي هنا القلية، عندي هنا القزبر والمعدنوس والثومة وما جوج ثلاثة د المطيشات صغيورين، تقدرو شحال ما بغيتو. وهنا عندي ثلاثة د البصلات مشلضين، والعطرية كلها تشعر. عندي هنا سكنجبير، عندي هنا الحمراء، عندي هنا القزبر، عندي هنا الحرور ولا البزار، وعندي عندي الخرطوم، وعندي اللحم حيت ما فيهاش كيما العيد نقولوا حنا ما فيهاش هذاك الشعب ما هو داكشي، زدت فيها شويه اللحم تاع البقر النيس غادي نزيدو معاه ان شاء الله يا ربي. وشويه الحامض راه كيسو والزيت عادي والملح. بسم الله غادي نبدا نحط ان شاء الله، نحط هاد الكيمات باش ما تجينيش نشفه. كنشكركم اخواتي، كنشكركم بزاف. هذاك اللي كيكون بحال فوالا هذاك لي ستوما ديالو مغسوله مزيان. حنا كيبيعو عندنا مغسوله وانتوما راك عارفو تغسلوها كيفاش، راه معروفه هي. فوالا خوتي غنبدا تشوفو. بسم الله مغسوله مزيان، الحمد لله كديري معاها. دابا غادي ناخذ شغل نديرو البصلة، راك عارف المقلية ما كتقلى ما والو، كلشي كدارو في طبقة وحدة. بسم الله تقدرو ديرو في الحمص، انا ضربت نص طايب عاد ندير الحمص هاد. بسم الله دابا غادي نبدا تشرب مليحة، ندير لي شوية الملح حيت انا عندي اللي في الحمص في شوية في الملح ما قويش بزاف الملح تقريبا باش مطولش عليكم بزاف الفيديو. درت الملحه سكنجبير تقريبا نص معشقه تاع سكنجبير، نص معشقه تاع الحمراء، نص معشقه تاع القزبر ناشف، تقريبا نص معشقه تاع البزار، ومعلقه تاع الخرطوم، ونديرو الزيت الرمله. بعد شويه نزيد شويه زويته المليحه. دابا غندير مطيشه والثومه و الصبر مع الفلفل. ناخذ ديك البابة تاع الليم مرقد، نقطعو بحال هكا تما صوت ورا، كنخلطوها باش التوابل تخلط مع بعضياتها. نديرو تقلى معاه، كتجي بحال هكا دوز بعد تقلى ان شاء الله، ونتلاقى معكم خوتي. دابا خوتي تقلات ليا قلية، خد تقلات قولي دابا نص طايبة تقريبا، خاصو هاد العجل راه غير صغير. دابا غنزيدو شوية زيت البلدية،
دابا غندير شويه في الحمص غير شويه وهذا المزود تاع الحار نخلي حتى من بعد ونا دابا ندير المرقه دابا ونخلط طيب قاعد عندكم ساعه ديال الطياب اللي كانت قاصحه اللي كانت ما انا عندي عاد صغيره دابا المرق خوتي مطلقه دابا درت واحد هكا ياك حق المرق نتوما على القدر ديالكم ديال المرق حيت ما فيها الحمص راكم عارفين تدخل طيب خط خط نقص البوطه ونخلي طيب شي المرقه ديالها مخطره نقص البوطه مره خوتي باش تبعنا خاطر ولا نتلاقاو من الطيب ان شاء الله نخمر الخبز غادي نخمر ندير معاها الخبز تاع الدار حتى شي نهار ونشاركوا معكم خوتي ولا خوتي طابت هاك كيفاش جات مخترة دابا غادي نزيد ليها غير نزيد ليها غير الزيتون ونسخنها ونحطها يلاه نتلاقاو من بعد ولا خوتي ساليت الوصفه ديالي كتجي بحال هكايا القليه ديالي كتجي زوينه كتجي فنه كتجي مخاتره كتجي طايبه هاد القليه تاع البقره خوتي تقدروا نتوما دما ديروا ديال سميتو ديال الحولي واه شهيه طيبه نتمنى عواتها المبروكه تدخل لكم كل ما تمنيتو بالصحه والهنا طول العمر نتوما والعائله تاعكم هاني تهلاو لي فراسكم نهاركم مبروك وسلامه على بروشين فوا ان شاء الله يا ربي هاني باي باي سلامه.